في خطوة تمناها الجميع أن تطبق في كافة مؤسسات سوريا الحرة، قام المجلس المحلي في قرية معرشورين بريف إدلب بعملية التداول الدوري لمهام المجلس القديم مع المجلس الجديد للقرية حسب الأصول، وبحضور أعضاء كل من المجلس القديم والجديد ومشرف المجالس المحلية في منطقة شرق معرة النعمان. الحمد لله تم إنهاء وضعنا الحالي وإنهاء فترة مجلسنا الحالي، وتم تسليم أوراقنا جميعا ومعداتنا بالكافة للجنة الإغاثة الجديدة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في عملهم لجميع أعضاء المجلس المحلي الجديد. رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي لقرية معرشورين الجديد استلمناه اليوم. اليوم تمت عملية انتقال يعني تسليم المهام للأعضاء الجدد في المجلس المحلي الجديد، والحمد لله تمت العملية بكل سهولة وبكل شفافية. يتألف مجلس قرية معرشورين من 21 عضوا تتوزع مهماتهم في تأمين الطحين وعمل المخابز، بالإضافة لعمليات الصرف الصحي والطرق، حيث يعمل المجلس نيابة عن مؤسسات النظام في ظل غيابه عن المناطق المحررة كالإشراف على عمل المدارس وعمل المنظمات الإغاثية في المنطقة. كان في عندنا عملية استلام وتسليم للمجلس المحلي القديم ومجلس المحلي الجديد. هلا الحمد لله كان في تجاوب كثير. بلشنا في أول مكتب بالمكتب الخدمي، فتم تسليم المعدات المكتب الخدمي من المكتب القديم للمكتب الجديد. بشكل عام كانت في أمور شفافية كثير في العمل. كان تجاوب من المجلس القديم للمجلس الجديد، وكان في تعاون بين المجلسين مثل ما بقول في أريحية، وإن شاء الله بكون تداول السلطة في سوريا المستقبل كله مثل ما تداولنا اليوم السلطة بين المجلس القديم والمجلس الجديد، والحمد لله. تأتي خطوة تسليم مهام وصلاحيات المجلس المحلي هذه بالإضافة لتبادل الأدوار وسط جو ودي وديمقراطي حسب ما تحدث القائمون عليها، وكتطبيق عملي لمعنى الديمقراطية التي تمناها السوريون أيام النظام السوري الذي أوجد على مدار سنين طويلة نظرية بقاء المسؤول في منصبه للأبد.